تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى توزيع مساعدات على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا. واصلت وزارة الداخلية وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية بخاصة السيدات المعيلات، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. السيسي مش ناسينا وبعت لنا خير، دايما فاكر شعبه بالخير وكل شيء كويس، بيدعمنا كل الدعم من كل جميع الجوانب، من طبعا كراتين طبعا بطاطين كل حاجه. احنا بنشكر سياده الرئيس على المجهود الجامد والساده المسؤولين ووزاره الداخليه جميعا على كل مجهوداتها اللي قدموها لنا. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزنا. قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن قام بتوزيع المساعدات على قاطني المناطق المستهدفة الذين أشادوا بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم، والذي يأتي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية في شقها الإنساني. الضباط جت لنا ووزعت علينا حاجات، وربنا يخليهم لنا يا رب ويصلح حالهم يا رب وفاديهم. الله يخليك يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية. شكرا يا ريس، ودائما تبقى فاكرنا بالخير يا رب. تضمنت مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان بالتزامن مع توزيع المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار الحرص على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاطني المناطق المستهدفة. كشفوا على البنت ببلاش وصرفوا لنا العلاج من غير فلوس، والرئيس يشكر على اللي عمله معانا. اللي تعبنا كله قلنا للدكتور وعطلنا العلاج، صرف لنا العلاج وعطاه لنا. وشكرا على اهتمام الرئيس بينا. هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء عنهم. أنا فرحانة بكم، تحيا مصر تحيا مصر.